نشرة لأهم الأخبار من أورينت، أهلا بكم. نبدأها بأهم العناوين. ثوار حوران يستهدفون ميليشيا أسد في الصنمين وجاسم، والميليشيا تجدد قصفها على درعا البلد رغم الوعود الروسية بالتهدئة. بعد رفع الدعم عن المحروقات، أساسة يتبادلون الاتهامات، وأزمة الخبز والوقود تتصاعد، والطوابير تملأ الشوارع بلبنان. على وقع زحف طالبان، واشنطن تبدأ إتلاف وثائق سفارتها السرية وتخطط لنقلها إلى مطار كابول. ارتفاع حصيلة ضحايا سيول شمال تركيا إلى 40 قتيلاً. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استهدف ثوار درعا ميليشيا أسد في مدينة الصنمين شمال المحافظة، حيث هجموا عددا من الحواجز العسكرية في المربع الأمني بالمدينة. قال تجمع أحرار حوران إن ثوار شنوا هجوما على حاجز لقوات النظام على المدخل الجنوبي لمدينة جاسم، تبع ذلك اشتباكات بالأسلحة الرشاشة. وفي درعا البلد جددت ميليشيا أسد قصفها على الأحياء المحاصرة وعدة مواقع أخرى عقب ساعات من تأكيد الاحتلال الروسي على وقف إطلاق النار لبحث خارطة حل جديدة من المقرر بحثها اليوم. وللحديث عن آخر التطورات في درعا ينضم إلينا عبر سكايب أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران من عمان. أهلا بك أيمن معنا في هذه النشرة. ما قصة الاستهدافات التي قام بها مقاتلون من أبناء درعا باتجاه مواقع للنظام أو حواجز له؟ نعم، السلام عليكم. تحية لكم والأستاذ المشاهدين لأوريان. هل تسمعونني؟ نعم، تفضل. نعم، القصف في الحقيقة والاستهداف حقيقة من قبل شبان في شمال درعا جاء بعد أن صعدت قوات النظام استهدافها لأحياء درعا البلد، على الرغم من أن الروسي يوم أمس العماد أندري أعطى وعدا بوقف إطلاق النار. نعم، شهدنا وقفا لإطلاق النار منذ ظهر الأمس، لكن مساء عادت ميليشيات الفرق الرابع التي تستهدف الأحياء المحاصرة في مدينة درعا. استشهد على أثر ذلك الشاب محمود لقطيفان على اثر هذا الاستهداف والقصف على الاحياء المحاصره بمدينه درعا. على اثر ذلك نشبت اشتباكات في الحقيقه شمال درعا، مقاتلون شنوا هجوما في يعني على عده حواجز في مدينه الصنمين. ايضا يعني قامت قوات النظام بقصف مدينه الصنمين بعدد من القذائف المدفعيه. ايضا طال القصف مدينه جاسم القريبة من الصنمين، وسقط على أثر ذلك جرحى بينهم طفلة وامرأة على أثر هذا الاستهداف في مدينة جاسم. نعم، أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. قصفت ميليشيا أسد عدة مواقع بريف حلب الغربي ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المدنيين. ذكرت مصادر محلية أن القصف استهدف منازل المدنيين في بلدة كفر تعال، ما تسبب بإصابة امرأة وطفلها بجروح. رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب دعوة الرئيس ميشيل عون إلى عقد اجتماع وزاري استثنائي لبحث أزمة المحروقات باعتبارها خرقة للدستور. من جانبه عدا تيار المستقبل أن دعوة عون تمثل خطوة ترمي إلى إهانة موقع رئاسة الجمهورية وتحميله تبعات ما أسماها كذبة دستورية تستند إلى اتفاق لم يحصل مع رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن جبران باسيل هو من يدير شؤون قصر بعبدة وأن عون ينفذ الأجندة التي تطلب منه.
ونبقى في لبنان حيث تشهد أزمة الوقود والخبز تصاعدا متسارعا نتيجة قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات، ما تسبب بتشكيل طوابير طويلة على الأفران ومحطات الوقود في البلاد. شباب زيارة على الباب؟ من ساعة اللي فتحت كانوا جاي ناطرين، كانوا ناطرين على الباب، كان في أكثر من 15 شخص كانوا على الباب، وأول ما فتحت بدي بتعرفي بدي أعجن وبدي وقت وهيك، ضليت شي ساعة ونص لحتى طلع الخبز، كانت العالم هون ظاهرة. هلا بينا نحن، هلا أفران كبيرة ما عادت نزلت على المنطقة، كل العالم ضغطت علينا، ونحن كميتنا لأنه ما عندنا إنتاج كبير، عطينا 36 طن. 36 طن، إذا بقيت هيك الأزمة ما بقدر أمن جمعة للعالم. بقى ما بعرف كيف بدي أعمل، يعني أنا اللي عندي عم بشتغله. وللحديث عن الأوضاع في لبنان أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف توني بولوس مراسل أورينت نيوز من بيروت. أهلا بك توني معنا في هذه النشرة. كيف هي الأوضاع السياسية في لبنان خاصة بعد رفض دياب دعوة قدمها الرئيس ميشيل عون للاجتماع؟ يعني في الواقع قضية الأزمة السياسية لا تزال مستمرة بالرغم من محاولة رئيس الجمهورية إعطاء بعض الأجواء التفاؤلية بقضية الإمكان الإفراج عن الحكومة في الأسبوع المقبل، ولكن هذا الجو التفاؤلي لا يعكس أمر الواقع يعني حقيقة، لأن التعثر في تشكيل الحكومة لا يزال قائم، حتى أن محاولة رئيس عون إعادة إنعاش حكومة تصريف الأعمال الحالية والدعوة لاجتماعها فشلت بعدما تبين أن رئيس الحكومة حسان دياب غير موافق عليها، وبالتالي هو هذا الواقع يعني سوف يؤدي إلى استمرار الأزمة السياسية وانعكاساتها الاقتصادية. فاليوم في لبنان تقريبا 90% من القطاعات مشلولة بشكل شبه كامل نتيجة أزمة الوقود المتفاقمة والتي طالت بشكل مباشر يعني الحياة اليومية للمواطنين لناحية الأفران ومحطات الوقود، وحتى قطاعات كثيرة أقفلت أبوابها اليوم لعدم إمكانياتها بالاستمرار، إضافة إلى الخطر الكبير الذي بدأ يشكله هذا الأمر على القطاع المستشفائي ووصول مخزون المستشفيات الكبرى في البلاد إلى الخطوط الحمراء، وبالتالي التفاقم واستمرارها سيكون له تداعيات أكبر إذا لم تعالج بشكل سريع، في حين أن المعالجات السياسية في الواقع هي بعيدة المنال نتيجة تعنت الفرقاء واستمرار العقبات الأساسية في مكانها. نعم توني بولوس مراسل أورينت نيوز كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد كيانات وأشخاص قالت إنهم يساهمون في تهريب النفط لصالح ميليشيا الحرس الثوري الإيراني. وذكرت الوزارة أن مسؤولين كبارا في ميليشيا فيلق القدس يستخدمون عائدات النفط الإيراني للمساعدة في تمويل أنشطة المجموعة المزعزعة لاستقرار المنطقة. وأوضحت أن العقوبات شملت شخصا عماني الجنسية وشركات عائدة له لتورطه بتسهيل بيع وتهريب النفط الإيراني. أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول تعليمات لموظفيها بتدمير المواد الحساسة وإتلاف الوثائق الهامة التي يمكن أن يساء استخدامها. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه واشنطن لإجلاء عدد كبير من دبلوماسييها في ظل التقدم الذي يحققه مسلح حركة طالبان في مختلف أنحاء البلاد. وبحسب شبكة CNN فإن إدارة بايدن تدرس إمكانية نقل سفارة من موقعها الحالي إلى مطار كابول. انتقدت تنسيقية مكافحة التمييز في فرنسا وجهات حقوقية أخرى قانون مكافحة الإسلام الانفصالي باعتباره استهدافا واضحا للحقوق الأساسية للمسلمين. وأكدت التنسيقية أنها ستواصل العمل على مكافحة القانون المثير للجدل عبر الآليات الدستورية في البلاد رغم إقراره من قبل المجلس الدستوري بعد نحو 3 أسابيع من تبني البرلمان الفرنسي مشروع القرار وإحالته للمصادقة.
ارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي ضربت عدة ولايات شملت تركيا إلى 40 قتيلاً. وبحسب إدارة الطوارئ والكوارث التركية فإن 34 شخصاً قتلوا في ولاية قسطمونو، في حين قتل 6 آخرون في ولاية سينوب، بينما تستمر عمليات البحث والإنقاذ في المناطق التي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنها مناطق منكوبة. وبهذا الخبر مشاهدينا نكون وصلنا لختام هذه النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على orient-news.net. إلى اللقاء.